هل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات المرحلة النهائية لبطولة أقوى رجل في البيت والتي نقلت من خلال برنامج خاص تم بثه على الهواء مباشرة عبر قناة البحرين الرياضية مشيدا سموه بالمستويات القوية التي قدمها المشاركون في هذه المرحلة والتي عكست بصورة واضحة روح التحدي التي تميزوا من خلالها وقدموا أداء كبيرا ساهم في إنجاح البطولة. قال سموه إننا سعداء بالنجاح الذي حققته بطولة أقوى رجل في البيت والتي وجهنا لإقامتها بهدف مواصلة دعمنا للشباب والرياضة البحرينية في جميع الظروف لا سيما خلال هذه الفترة والتي تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد من أجل تعزيز شعار اللجنة نواصل بعزم لمواجهة جائحة كورونا. أشاد سموه بالتفاعل المميز لوزارة شؤون الإعلام برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي مع بطولة أقوى رجل في البيت من خلال تخصيصها لبرنامج واستديو خاص لنقل منافسات المرحلة النهائية من البطولة والذي منح البطولة حضورا إعلاميا كبيرا وساهم في إبرازها على الشكل الذي يحقق لها النجاح. كما وأشاد سموه بالجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة والتي كان لها دور إيجابي في تحقيق الهدف الذي رسمه سموه من أجل استمرار الأهداف والنجاحات التي حققتها بطولة أقوى رجل بحريني والتي ساهمت في إبراز طاقات الشباب وعززت من مكانة البحرين كدولة حاضنة لمختلف الألعاب الرياضية والذي يدعم بدوره موقع المملكة على خريطة الرياضة العالمية. قال سموه إننا مستمرون في دعم الشباب لا سيما على الصعيد الرياضي من خلال المبادرات التي نطلقها والذي ستساهم في منح الشباب المناخ الملائم لإبراز مواهبه وقدراته والذي سينعكس على رفع مستوى وكفاءة الشباب وظهور العناصر الشبابية المميزة والتي لديها الإمكانات العالية والرغبة والتحدي والعزيمة لتحقيق النتائج والإنجازات المشرفة. أدينا اللي علينا وبس. I wanna thank الشيخ خالد حق this opportunity يعني حق هالفرصة لأن يعني لا كلاعبين رياضيين يعني السنة كنا راحت علينا فالبطولات كلها يعني وقفت فهاي كانت فرصة يعني صراحة طيبة حقنا حق نعد يعني بس to compete يعني حق منافسة ف I enjoyed it. أشكر كل اللي دعموني سبورت من أهلي وربعي وأشكر سمو الشيخ خالد حق الفرصة اللي خلانا يعني ننافس فيها. يعني هاي كانت فرصة عجيبة يعني حق الفترة اللي مرينا فيها صعبة وتثبت حق الرياضيين اللي وقفوا ان لازم ما يوقفون. أولا حبيت أشكر سمو الشيخ خالد رئيس اللجنة الأولمبية على هالمبادرة الحلوة في ظل ظروف جائحة كورونا. هي مثل ما تقول نظرة حق ان الشباب حتى لو سكروا الصالات سكروا الجيمات انها تخلي الواحد يواصل على رياضته حتى لو هو في البيت. فحابين نشكر سمو الشيخ خالد على المبادرة الحلوة.